مرحبا بكم في برنامجكم فروسيات. فروسيات كان تنقل ميدان قصر سعيد يوم 25 و 26 ماي لتغطية الحدث الكبير هي الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للجواد العربي الأصيل. بالمناسبة الاتحاد المهني المشترك للجواد كان نظم الدورة الأولى للفروسية التقليدية وهي أول مرة تصير في تونس. هذه الثورة المجيدة عطات أكلها 2013، نشوفوا الجهات كل موجودة، نشوفوا الفرسان من كل جهة، نشوفوا احتفالات كبيرة. كنا فرحانين بوجودنا بين المهنيين والفرسان والملكي ومربي وخلول. الحصة هذه قدموا فيها جائزة كارتاج، سباق دولي شارك فيه كل من الجزائريين والليبيين، جائزة كاني الشرمار في إطار الشراكة بين شركة سباق الخيل ومدينة كاني الشرمار، وجائزة الثورة والشباب. الواقع احنا لجنة يعني تحكيم ومراقبة يعني متمثلة في مجموعة من الأخيان اللي عندهم دراية بالموضوع هذا، وبشرنا عملنا بيعني إعداد رزنامة في الفرسان المشاركين اللي هم حوالي 121 من كابل تراب الجمهورية، ثم وقع تقسيمهم إلى 3 مجموعات، كل مجموعة فيها 7، ثم كذلك الـ7 هذوما كلهم باش يتنافسوا. المنافسة هذه هي الواقع حددناها هي على مستوى الفارس من ناحية الكسوة يعني البدلة، ثم وسلاحه، ثم كذلك من ناحية أخرى هو الفرس وما يترتب عنه من سرج إلى غير ذلك، ثم كذلك باش تقع مراقبة وتحكيم كذلك عند ما باش يقوم الفارس يعني بالمشاف ويقوم بإطلاق البارود إلى غير ذلك. للعلم هي النتائج هو أنه قلنا 3 فرق، كل فريق فيه 7 فرسان، كل فريق باش يتوجوا منه زوز، إذا باش يبدو 2 في 3 فرق يبدو 6 فرسان، ثم 6 فرسان هذوما باش تصير منافسة ما بيناتهم للترتيب. بالنسبة للجهات المشاركة، الجهات المشاركة هي عن الكاف، عن القيروان، عن جابس، عن قبلي، عن طوزر. إذا هناك ثم تنوع يعني في الفروسية، وهي الفروسية هي مستلهمة من رياضة معناها قتال العدو، حتى في طريقة المنواض، حتى في طريقة اللباس، حتى في طريقة الفرسنة. كانت الواقع معناها أنه الجواد كان هو صاحب المهمة الأساسية في الغزوات ورجوع الغوراء اللي تقع ما بين معناها العروش إلى غير ذلك، كان هو الجواد هو سيد الموقف. واليوم هذا الشمل هذايا كل نلتقي من أجل الجواد. البارح كنا شفناك في الفونت بوبليك دي شفو، وشفت عندك امهار تبارك الله عليهم محلاهم، وين مشاو الزوايل هذوما؟ والله يا سي اسكندر، زوايلنا من احسن الزوايل في تونس، نحكي الامهات العربيات. انا الاوريجين اللي عندي اوريجين كما نقولوا نحن مش 25، عندي من لومات حبيت نختار العربيات اللي هما مشكوين كي نعملوا الكروازمون بين العربيات وال25 تعطينا حاجه خارقه العاده. وهك شفت البارح في البتة يعني حتى عربيات ما همش اماتهم رابحين ولا كذا، عندهم الدم كما نقولوا، عندهم الاوريجين نتاع العربي، تباعوا غاليين رغم اللي اماتهم مش رابحين ولا كذا. باهي، على كل بالنسبه للزوايل نتاعي اللي تباعوا البارح، مالجاي اللي تباعوا لي كسيبلومون يعني تقيدوا مخر ما تحطوش في الكتاب نتاع البتة، تباعوا مخر بعد الانجليز، فما مغاربه قعدوا يستناو فيهم، فما حتى من دبي قعدوا يستناو فيهم، واحده بن داحس ورماده امها بن سمير اللي تعرفوه سمير لوجين العربي الاصيل نتاعنا، مشيت لدبي. وعندي زوز اسمها الامويه، ان شاء الله باش نتبعوها، هي مشات لدبي وان شاء الله باش نقعدوا نتواصلوا نتبعوها باش طلع الفالوره نتاعنا اللي هي السوج نتاعنا التونسيه، هاك علاش يلزمنا نتبعوها، ولو اني تحرمت كما نقولوا من الفلوس الحليب، فهمت؟ اما في الاخر كي رجعت روحي قلت باهي، يعني اذا السوج نتاعنا تخرج لبرا وتتعرف وتجي ان شاء الله وتكون اللي يربحوا يعني باهي لينا احنا كتوانسه.
معنا سي زيدان بن محمد. زيدان بن محمد اللي هو أصغر فارس في الدورة هذه واللي هي الدورة الأولى هذه كما قلنا بتصير في قصر سعيد بالمناسبة، فما غدوك الجران بري نتاع البريزيدون دو لا ريبوبليك نتاع السباق الخيل. دونك لوزيك خمم باش ينظم الدورة هذه، وهذه أول دورة تصير عندنا معنا أصغر فارس. كانت تقدم لنا روحك زيدان. زيدان بن محمد، جمعية عقد المرزيق، معتمدين دوز ولاية قبلي. أنا من مواليد 3/6/1993، تغرمت بالخيل لأن والدي كسب الخيل من عام 74، وتالينا أجيال في دورة بعضنا أنا وأخوتي نركبه. طول المقرون هذا ملكك؟ لا، متاع بابا. اي، والوالد نتاعك موجود معاك في 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 السباق من بعد في المهرجان؟ اي موجود هنا والدي. سي عبد القادر، شنو هدف تنظيم الدوره هذه؟ هو الهدف منها بالضبط هو تعريف بالفروسيه التقليديه، كل جهه والفروسيه نتاعها، وكل جهه والاهداف نتاعها نتاع الفروسيه للي شيء، لأن الفروسية في كامل الجمهورية كل منطقة تمتاز بزيها بركوبها باللوحة. فما جهات بار اكزومبل تلهد بالسلاح، فما جهات أخرى تلهد بالعقد، إن شاء الله جوها مرة أخرى. واليوم هو عرس للجواد البربري هذايا اللي هو يمتاز بالفروسية التقليدية. كنا شفناك سي كمال البارح في المبيعات في السوق المبيعات بسيدي ثابت، كنا شفناك حتى شريط خيول عربية تونسية، تنجمش تقول لنا شنو مصيرهم الخيول هذوما وين ماشيين بعد؟ واحد لجنة مغربية ديال الملاكي المغاربة جات فعلا للسوق على أساس أنها تشتري مجموعة من الخيول التونسية، تنعتبر أن الخيول التونسية العربية معروفة، وأن فرنسا بنات لجينيتيك نتاعها على هذا الأساس، وأن المغاربة خدوا عدد ديال البوليش تونسيات، عددهم تسعود. في الأول سنحاول أنهم يكونوا في السباق، وعلى أي حال أنهم غادي ينتهيوا كبولينيير للولادة. الاتحاد المهني المشترك للجواد ينظم اليوم مهرجان الفروسية التقليدية لأول مرة تقع في تونس، وبالمناسبة استدعينا الناس من كل بلاد، من جملتهم عنا السيد سي زياد بوحليقة، خونا شقيقنا من ليبيا. أهلا وسهلا سي زياد. نعرفوا سي زياد بوحليقة هو مالك اسطبل قرينة، اسطبل قرينة بمدينة طرابلس بليبيا. اسطبل قرينة عمره ما لا يقل على 40 سنة. بالمناسبة هذه استدعيناه وكان بارك الله فيه، كان لبى طلب وكان حاضر معنا. أهلا وسهلا سي زياد. أهلا بكم سي زياد، وكان تعرف بنفسك وكان تعرفنا باسطبل قرينة وتعرفنا بالجواد في ليبيا، وشنو الجو العام تو في ليبيا؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. اسطبل قرينة طبعا تأسس حوالي سنة 1968 لوالدي في السابق طبعا، وبعدين استمرينا احنا كأبناء تمثل في شخصي اللي هو زياد. نملك عدة جياد، يعني خيول عربية أصيلة وخيول مهجنة تول بريد، وشاركنا في عدة سباقات المغرب العربي في كانت في 2009 أول سباق مغرب عربي كان في ليبيا، وتحصلنا الحمد لله نتائج جيدة، ونسعى أن نكون يعني في تقدم لإصطبلنا ولخيولنا جملة وعامة لليبيا في مجال الفروسية إن شاء الله. زياد، كنت شاركت في السابق أن نثبت، شاركت مرة في سباق في تونس؟ شاركت في 2009 كان سباق انترناشنال بفرس اللي هي زينة، حليت في المرتبة السادسة بعد إصابتها طبعا في نفس السباق، والحمد لله يعني كان لي شرف المشاركة في هذا السباق. كنت شفت قبيلة قدمت بهدية ثمينة، أنا نعتبرها لأنك قدمت بهدية سرج تقليدي. قدمت هدية صحيح، لكن مش خسارة في خودنا في تونس، وهو عبارة عن سرج تقليدي تراثي ليبي، قدمت به بالمناسبة طبعا اللي كان المهرجان الأول اللي هو اليوم احنا فيه، يعني نوع نحبه ان اندماج ما بين ليبيا وتونس والمغرب والجزائر بصفة عامة، يعني كسباق سباقات حلبة أو
ميز احنا سموه احنا عندنا ميز شعبي يعني سباقات جمال خيول جمال يعني نحبوا ان تتطور العلاقه اكثر من هيك ان شاء الله نسعى ان شاء الله ان نكون عند حسن الظن. احنا سي محمد بدينا العرس البارح نجم نقولوا نتاع الجواد العربي الاصيل بدينا البارح المبيعات بسيدي ثابت واليوم فما سباقات فما سباق دولي ثم غدا فما سباق فخامه رئيس الجمهوريه. سي محمد راهو في الاجواء خارقه العاده راهو في ناس اجانب راهو في جو كبير نقولوا الحمد لله في 2013 عندنا الجو هذايا كيفاش ترى الافاق نتاع المستقبل نتاع الميدان سي محمد؟ بارك الله فيك. الافاق نشوفها ورديه تفاعلنا ياسر بوجود سي نور الدين سي نور الدين بن شيده كرئيس مدير عام لجمعيه سباق الخيل. الرجل هذا نعرفوه مده سنوات عديده متفاهمين معاه نخدموا مع بعضنا اليد في اليد الملاك الكل والمربين وحتى المهنيين والخيالة وكلهم فرحانين به وقاعدين نعملوا في مجهود باش ننهضوا بالميدان هذا ونرجعوا كيف ما كنا. السيدة عالية نعرفوك مربية خلوي العربية أصيلة ومغرومة تو صافي ديزانين نلقاو فيك في الميدان. اسكو الامور قاعده تتطور في تونس؟ اسكو السباقات قاعده تتطور؟ اسكو تربيه الخيل قاعده تتطور؟ فما تحسينات؟ فما كيفاش ترى الامور؟ والله تحسينات البارح انا ما كنت مش لهنا خاطر نخدم اما خسرت شفت باغ انترنت وجاتني سوربريز كبيره خاطر سايتي تري تري بيان معناها فرحت اللي ولينا نجموا معناها الكورس والليفونت نشوفوهم حتى باغ انترنت سي ان بليزير. هو المربين قاعدين عاملين مجهود كبير قاعدين نحسنوا في الالفاج نتاعنا بالمجهود اللي نعملوا فيه اما للاسف هو في لونترينمون لونترينمون هو صعيب على خاطر ما نلقاوش لا جوكيات لا ديلاد لا خدامه اللي لازمهم بروفيسيونيل لا حتى شيء. دونك المربي يحط من قلبه خاطر هو اللي ربيه ربيه كما ولده معناها يحط من قلبه يحط من فلوسه ويحط من دنيا الكل وبعد ايشيك معناها ما عادش نلقاو حتى شيء. هذا ان شاء الله نجموا في الفيتور نجموا نريقلوه. حبيت تقول فما نقص على مستوى التكوين المهني للمتدخلين في القطاع؟ اي تكوين مهني معناها في القطاع خاطر يظهر لي اسانسييل هو اللي الاحسان اللي هو شكون اللي باش يتلهى بيه شكون باش يركبوا في معناها في لونترينمون شكون باش يتلهى بيه في البونساج نتاعو في العلفه نتاعو في كل شيء هذا مش موجود. دونك لازمنا على الاقل مكتب لازمنا حاجه لازمنا ليزوتوريتي يشوفوا خاطر الميدان هذا محلول وحتى لي جون اللي ما لقاوش خدمه الكل نجم يلقاو خدمه فيها خاطر يظهر لي نجم يشجع الخدمه وفما حتى الاكسبور نتاع كان الميدان هذا نجم حتى اون ليكسبورت معناها في الاترانجي. معنا سي محمد علي سعيد. سي محمد علي سعيد هو دكتور بيطري وفارس ومربي خيول وممرن فريمون معناها كيفاش يقولوها الانسان الكامل في الميدان. اهلا وسهلا سي محمد علي. مرحبا على السلامه. نشوفوا في الاجواء طيبه نشوفوا في حاجات جديده نشوفوا في اجانب نشوفوا في فيستيفال نشوفوا في فروسيات تقليديه تشاطرني الرئيس سي محمد علي. الله يتبارك الله لينا برشا ما شفناش الجو هذا توحشناه قاعدين نرجعوا معناها في الامبيونس وكل الحركيه اللي كانت موجوده قبل وهذا كله ما يكون تشجيع للميدان هذا هي الفروسيه والسباق وكل ان شاء الله من احسن الى احسن. البارح سي محمد علي شفت مغاربه شفت قطريين اماراتيين وشراو من عندنا اسكو عندنا افاق في السوق العالميه من هناك صاعدا؟ علاش لا وقت تشوف فرسات نعطاو في العالم من احسن الخيول العربيه فهمتني اللي فازوا بالسباقات الكبار علاش ما ننتجوهمش في تونس؟ كل شيء ممكن وعندنا الامكانيات احنا اليوم في الفرسات العربيه الاصيله التونسيه من احسن الامهات اللي تعطي احسن خيول عربيه. معنا سي محمد الشايبي. محمد الشايبي هو مدرب الجواد علم ليبيا ولد الجواد اكبر. هذا جواد مستورد من فرنسا ويتمرن في ليبيا من كوليبيين جاي يشارك اليوم في جائزة كارتاج اللي هي كورس كلاسيك كورس انترناسيونال تدور اليوم في قصر سعيد. سي محمد الشايبي اهلا وسهلا بك. بك اكثر ان شاء الله. السلام عليكم والصلاه والسلام على رسول الله.
بالنسبة للاستضافة لميدان قصر سعيد في تونس من أحلى الاستضافات، ونحن فخورين أن احنا نجروا في قصر سعيد، وهذه المشاركة لهذا الاسطبل، الاسطبل المسومة ثاني مشاركة لهذه الاسطبل. سبق وأن شارك الجواد الرمادي في 2008 وتحصل على جائزة المغرب العربي، جائزة قرطاج اللي هي اليوم يجرى لها الخيول، والحمد لله. والنسبة للجواد علم من طراز رفيع، وجواد يمتلك قدرة هائلة على هذه المسافة، وإن شاء الله نكون موفقين والحمد لله. بار البدر se retrouve en tête du peloton accompagné d'Al Khalil avec Ima Contessa accompagné de Alam Libya. Le train est très rapide. Ima Contessa dans le virage vient sur Baraj al-Badr, lui prend l'avantage devant Al-Khalil. Le rythme est infernal avec Ima Contessa détaché de plusieurs longueurs devant Baraj al-Badr. Al-Khalil suivi de Taimour de Beni Harb. Le peloton à présent est derrière Ima Contessa qui compte dans le virage 5-6 longueurs d'avance sur Baraj al-Badr. Les chevaux abordent la ligne d'en face. Falkhat Sawi, Ima Contessa, في مخذا برشا أطوال على بهرج البدر، ثم يأتي علم ليبيا وعلي بابا دو مولو. الخليل est passé en deuxième position derrière Ima Contessa qui galope toujours en pleine piste. Ima Contessa est rejoint par El Khalil qui est venu sur les chevaux de tête. Ima El Khalil, à présent El Khalil et Ima Contessa devant Taimour en bonne position, suivi du 14 Baraj, suivi du 15 Ali Baba de Molo qui vient très facile à l'extérieur. Ima Contessa avec El Khalil, avec Ali Baba de Monlo, au passage des 600 mètres. Toujours Ima Contessa devant Taimour qui a pris l'avantage. Taimour a pris l'avantage avec El Khalil et se détache. À l'entrée de la ligne droite, Taimour est détaché devant Ali Baba de Monlo qui revient sur le peloton. Ali Baba de Monlo est attaqué par Taimour, El Khalil, Burhan à l'extérieur sur la ligne droite. El Khalil avec également Taimour sur la ligne droite. Taimour est détaché de plusieurs longueurs devant El Khalil. À l'arrivée, Taimour devant Ali Baba de Molo, Beni Harb, Bachar. كريم سي بون كومونس. كريم الوهابي مبروك، كرسة خارقة العادة، يعطيك الصحة. تونس ربحت خويا، الحمد لله. الحمد لله. كريم الوهابي فارس، كان فارس محترف في الكويت واليوم جيت تونس. احكي كريم. والله صافا باركور، يعني ما لقيتش صعوبة برشا في الباركور، معناتها بلاصيت حصاني قاعد يقوم بلاصي، معناتها 600 شفت حصاني خير منها، بعدت على ريسك برشا والحمد لله حصاني كمل معايا. هيا ماما جاني من غادي من غادي الحمد لله. سي محمد علي سعيد مبروك، كرسة خارقة العادة وربحت فيها تونس جايز كارتاج جروب 1، نعرفوا جايزة دولية كانوا فيها الجزائرية وليبيا، فزنا احنا التوانسة. فاز سي محمد علي سعيد مبروك. عايشك بارك الله فيك، وهذا تتويج للعربي الأصيل التونسي، فهمتي، للإنتاج التونسي كما قلت لك مقبلي. ان شاء الله نكملوا على المنال هذا. عيش معنا علي بن جعفر، التتويج كان تونسي، شفنا سباق شيق ياسر فاز به الجواد تيمور، منو علي بن جعفر مبروك علي. عيش يرحم والديك. عيش كان السباق علي، كان سباق حار ياسر وكان قوي في ممكن البلدان، ثلاثة بلدان ولا أربعة، وتيمور كان في نهار وقاعد لبس علي. وفيليسيتاسيون مبروك، خذيت دوزيام بلاس كومام، سي اونورابل. اونورابل وي. احكي لي شويه على الكورسه، كيفاش شفتها، كيفاش عشتها سي علي؟ ديزيموسيون، واحد الباك يكون عنده عود يجري وكذا، تو بو با، سي 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 الستريس، سي التراك، سي سي تو سا. تري بيان كوري مون شفال، إلا في ان تري بون كورس. برافو بور لو غانيون، إلا تري بيان غاني. يميريت، إلا في ان بون كورس. مبروك عليه. سي محمد، كومون فوز افي فيو لا كورس؟
Bah, je l'ai vu comme tout turfiste ou tout spectateur qui voit la course, voilà. Sauf que moi, les émotions d'un propriétaire, bon, malgré ça, comment on vit une course, voilà. Bon, mon cheval, pour moi, il est très bien couru. Bon, il est battu par un cheval ici. Bon, tant mieux pour le gagnant, de toute manière. Moi, il était, à mon avis, il était un peu trop loin dans la course et tout. Aujourd'hui, les quatre courses que j'ai vues, c'est toutes des courses où les chevaux qui restaient devant, ils finissaient devant, si vous voulez. Je me suis retrouvé trop loin dans le tournant. Je suis bien finir deuxième et je suis très content. مهمتنا احنا هنا هو اخذ العينات بالنسبة للخيول اللي يوقع منها احالتها على التحليل، يعني فما بعد كل سباق فما الكوليج دي كوميسار يبعث خيوله اللي هو يعينهم باش ياخذوا لهم منها البريليفمون باش يوقع التحليل لتثبت في امكانية تعاطي المنشطات. يجيو الخيول لهنا ناخذوا لهم احنا من هنا الوحده اللي مكلفه باش تاخذ العينات كوز معناها يا اما بول والا دم اذا ما نجمناش ناخذ البول. Je suis un artiste plasticien, éleveur de chevaux et هنا je participe في تظاهرات تاع قصر صعيد. J'expose des peintures à propos des courses en général. Donc il y a des tableaux concernant les courses, il y a des tableaux concernant la fantaisie, il y a des tableaux concernant le cheval arabe en général. Donc comme je l'ai dit, un éleveur et en même temps artiste. Un mangasrin, éleveur de chevaux pur sang arabe de course bien sûr. وعنا في قصرين حاليا عنا ديجا بامال دو بون شفو دو كورس. عنا تبارك الله الارا نتاع سي فتحي تليلي، عنا الارا العرب نتاع سي مصدق الساحي في قصرين في الشعامبي، سي فتحي تليلي في فريانة في ولاية قصرين، وعنا علي العباسي والعبد لله. هنا نشاهد تحضيرات الفرسان لحضرة ملابس ونلاحظ عليهم التركيز قبل الخروج إلى البادوك ليتلقوا التعليمات الفنية من الممرضين. الجواد التونسي الانجليزي فاز على المستوى الدولي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربحنا. هذا اصعب كرسي تعديت لي انا. ما صار لي شامبيون. يا وليدي غلب لي زامبورتي. اي سي في انفيرمي لي ردوفنو سيزيام لابا ان فاس قلت ما عرفتش نجمهم. تبارك الله سي ان شامبيون. Aujourd'hui, je suis très très content. Yaouledi, c'est un cheval très très gagnant tout le temps et c'est la première place. Je suis très très content, je rien peux dire de ce cheval. Le cheval va faire le train et il est en Tunisie. سي حموده بن عمار معنا مربي الجواد يا وليدي، فريمون الحلم تحقق. الجواد يا وليدي نعرفوه لنيل فيون تونيزي، مربي وملوط في تونس، تسابق اليوم مع الخيول الاجنبيه الكل مستورده من فرنسا ومن ايطاليا. حقيقه الحلم تحقق للتوانسه الكل، كيفاش ترى الامور سي حموده؟ والله شيء يفرح، معناتها هذا يدل اللي نجموا في تونس نربيوا خيول ونجموا معناها يتمارسوا مع خيول اجنبيه
وينتصروا كما انتصر اليوم يا وليدي. وهذا كما قلت حلم معناه لكل مربي تحقق ويخلي لكل مربي الفرصة باش غدوة يربي خيول ويقول نجم ننافس بهم مهما خيل. وهذا ولكن يلزمنا نقولوا لي يا وليدي أحسان اكسبسيونيل معناتها الحصان هذا ربح سباقات نتاعو الكل وتكسرت عنده عظم تكسر وعملنا له عملية وقعد واقف عام ورجع وربح توا ثالث سباق بعد الرجوع نتاعو يربحهم واليوم معناتها يربح الخيول هذم شيء خارق العادة. هذا حصان معناتها من طراز عالي. خامس جوائز يا وليدي في جايس كاني سورمير شفنا تفوق الجواد يا وليدي. الجواد يا وليدي حقيقة معناها هز راية تونس اليوم بانتصاره على الخيول المستوردة. بالمناسبة بحذاء سي محمد الحبيب الزاوية اللي هو رئيس مدير عام الفنارك الفونداسيون ناسيونال داميليراسيون شوفالين شفنا سعادة كبرى على وجهه وعلى وجه كل مربين التوانسة. سي محمد الحبيب مرحبا بك. وبيك سيدي احنا سعداء ياسر للخيول التونسيه معناتها تفوق على تفوز على الخيول الاجنبيه وهذا برهان اللي كونوا معناتها مربين تونس قادرين باش يربيوا خيول من طراز عالي ومن طراز معناتها من جوده محترمه ياسر ينجموا معناتها ينافسوا الخيول الاجنبيه معناتها الخيول الانجليزيه الاجنبيه ويفوزوهم ويربحوا وإن شاء الله معناتها مبروك للفائز والمولد متاع الحصان هذايا والمربين بصفة عامة والقطاع الخيل ككل. سي محمد الحبيب البارح شفنا المبيعات في سيدي ثابت وكنت شرفت أنت على ونظمت المبيعات هذايا شنو قدرة نجاح المبيعات البارح سي محمد؟ والله كونا معناتها شيفر دافير محترم ياسر ويعتبر معناتها تاريخي خاطر فتنا 500,000 دينار حوالي 584,000 دينار معناتها من مبيعات خيول والمعدل نتاع المبيعات هذه يفوت 11,000 دينار بالنسبة للجملة. بالنسبة للخيول اللي على ملك الفنارك معدل المبيعات يفوت 14,000 دينار والأثمان الأكبر اللي تباعوا بها الأمهار هما أربع أمهار تباعوا ب 27,000 دينار على ملك كانوا على ملك المؤسسة. شفنا أجانب وشفنا قطريين ومغاربة سي محمد في السوق متاعنا وجاوا خذاوا خيول من تونس وباش يهزوهم لبلدانهم هذا يتسمى انتصار كبير بالنسبة لنا للإنتاج التونسي. أي عملنا مجهود سنة معناتها إعلامي واستدعينا معناتها بعض أطراف أجنبية وجاوا المغاربة وشراوا في المبيعات هذه 12 مهر ومهرة عربية أصيلة والقطريين كذلك فيه مربي قطري شراء زوز أمهار وعملنا معناتها عملية إعلام على مستوى الإعلام التونسي وعلى مستوى الإعلام الأجنبي ويظهر لي معناتها ثم برشا أجانب تبعوا المزيدات هذه في العالم وخاصة معناتها في فرنسا. معنا سي الشريف العالمي. الشريف العالمي هو يملك استبلات ريسينج جالوبي الاستبلات الشهيرة في المغرب الشقيقة ونعرفوا للمغرب بلد متقدم جدا في ميدان سباق الخيل. زارنا بالمناسبة هذه لأول مرة في تونس وكان فرحان وكان حب يحكي لنا شوية على المغرب وعلى تطور الأمور في المغرب. السلام عليكم. سباق الخيول في المغرب غادي مزيان الحمد لله كي مشجعات الفرس في المغرب حسنت لا فيليريكين ونحاولوا نمشيو لقدام باش نحسنوا لا فيليير كلها. الأسبوع اللي فات في المغرب كان أول مناسبة اللي عندها محلولة لباري إيبيك فرنسي PMU
وهذا حاجه مهمه لمستقبل الفروسيه في المغرب. فوالا اون اي تري زورو دتر ايسي ا قصر سعيد سوز ان تري بو طون الحمد لله اي سون كي ان انغومون بور les courses en Tunisie, un propriétariat très fort, très passionné. Et les chevaux pur sang arabes sont très intéressants. On attend de voir les pur sang anglais un petit peu plus tard. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire entre les deux pays. Donc notamment l'organisation du Grand Prix du Maghreb Flakhra Del Am, où on essaiera de venir affronter les meilleurs éléments tunisiens et voilà, pour pouvoir continuer dans le futur à développer une collaboration bilatérale entre les deux pays. Merci. Merci. سيد ضافي، أول زيارة لك لتونس؟ لا، هذه مش أول زيارة، أنا عدة زيارات السنوات الماضية، وبالأخص وقت جائزة رئيس الجمهورية نكون دائما حاضرين موجودين معهم يعني فيها. احنا من مشجعين او من محبين الخيل التونسيه بالذات الخيل العربيه، خيول السباق، فعده مرات يعني حضرنا هنا وحضرنا المزاد الخيل الاعمار سنتين، وتوفقنا وشرينا خيول من تونس وجبناها عندنا في قطر للسباقات وللانتاج الخيل العربيه. واليوم وجودي هنا بناء على دعوه من الجمعيه التونسيه وكذلك شركة السباقات في تونس لحضور جائزة رئيس الجمهورية. معنا سي محمد المزغني. سي محمد المزغني مالك السبلات المزغني، وهو مربي خيول عربية أصيلة، وخصوصا صاحب الفحول تيجام لطوا، حميد، ماكزان، العديد من الفحول. شفنا اليوم الانتصار كان بنت الهواء اللي هي بنت تيجام لطوا اللي هو على ملك سي محمد، ونشوفوا خيول عنده حتى فحول تونسية من أصل تونسي، معناها كما نقولوا أب وأم تونسية. سي محمد أهلا وسهلا بك. مرحبا بك سي محمد. كيف تشوف افاق السبلات المزغني باستيراد الفحول، ونجم نقولوا انت على السوق، على سوق تربيه الخيل في تونس، انت اكبر صاحب فحول؟ والله مش اكبر، معناتها عندك الاحسن ولا حاجه، احنا ماذا بينا ديما نجيبه باش نكونوا نوفروا للسوق التونسي الخيل اللي تحسن السلاله. هذا كان معناتها الأهمية نتاعنا، أن نجيبوا باش نجموا نربحوا السوق العالمية. معناتها اليوم جاوا أجانب كيما الليبيين وكيما الجزائريين، هنا ربحنا والحمد لله، وإن شاء الله بالفحول هذوما نكونوا نحسنوا باش نجموا نجريوا في المستوى العالمي، نجريوا في فرنسا، نجريوا في دبي في كأس العالم. احنا استوردنا من دبي حصان هذا اللي بنته ربحت تو، اللي هو اسمه تيجام لطوا، هذا كان على عمل ملك الشيخ زايد، كان رئيس الدولة بتاع الامارات، في اول انتاج نشوفوا احسن المهرات هما بناته بالستاتيستيك اللي هو تيت دي ليست دي ميور ايتالون في تونس. معنا سي يوسف العايدي. سي يوسف العايدي مرحبا بك، نعرفوك مالك ومربي، خليتك في الفون تاع دوفيل في فرنسا، اليوم نلقاك في قصر سعيد. مرحبا بك ومرحبا المشاهدين قناة الحوار. صحيح نعيش تو عندي تقريبا 14 سنة في بالضبط باريس، دخلت للدومين تقريبا منذ حوالي سنتين، تغرمت بالخيل، لقيت الخيل شيء حاجة معناتها سي ان غون بليزير، ومن هنا حاولت نفهم شنو الخيل، عملت دي فورماسيون في اسمها في الافاسيك، كوسوسوا بالنسبه للبوليناج، للترونسبور دي شفو، للسوان، حاولت قبل ما نرمي روحي 100% نفهم شنو الدومين، طونك اللي هنا ناقصين برشا حوايج. نشري نهبط عندي مالك هنا احسن انجليز وعربي منهم، معناتها بحيره من هجام ولمط، انا وخويا محمد صالح، عندي في دوفيل عندي
معناتها كلكو شوفو عندي من سولدي اوف فورتين، عندي من فالسيف. وان شاء الله البرودوي الاول ماشي يتباع في ديسمبر في البته نتاع دوفيل، ونحاولوا نجتهدوا. Comme je t'ai dit, tu la laisses gentiment aller en la reprenant. Si on a 3 ou 4 qui veulent te couvrir, et bien qui te couvrent quand ils te couvriront. Voilà, tu la montes pour elle et tu la montes en progression. C'est une jument, si tu veux, qui a grande action, qui n'a pas une vraie pointe. Donc il faudra lancer la course de loin. Hein. Franchement, vous êtes des journalistes sans appareil. بلا 500 تدخل في الكرسه، تدخل في الكرسه فهمت، توصل 800 فهمت مع الزوايا فهمت، قاعدين عصا اكثر من قاعدين عصا وشدها بدا زين من بعد. بالك في الديبار وكاو إلي بيان إلي بيان هو ما تخافش عليه ان برانسيب توتي اوكي توتي بون. السباق ولا صعيب شويه خاطر هذوما الخيول مع بعض فرز بالوره، كل فرز بالوره كل مره واحد يربح منهم. ما خينا فما انا مونتاج شويه شارخ اللي هي جريها مع الكبار وربحها مع الكبار مع انداد، ومازال ما ربحش 100% وكلهم يكونوا ضد بعضهم، وانا عندي 4 خيول ان شاء الله عندهم حظ وافر باش يفوزوا بالسباق. ربحت فزت بالجائزة الكبرى رئيس الجمهورية كريم. الحمد لله خرجت بها بلاصي، بتروح بها بلاصي بالقدا، كملت باركور بالقدا 800، شفت حصاني بالقدا عملت كي قدمت ومشيت، تبارك الله الحصان زاد في التورنو جاوبني بالقدا بالقدا الحمد لله. صاحبي الراجحي، صاحبي الراجحي الممرن خالد جواد شارك، صاحبي الراجحي كنت في الامارات وكنت تحصلت على جائزة ثالثة في مناسبة عالمية، اليوم واحد في جائزة رئيس جمهورية بالجواد شارق. محمد الفرج يملكو اعطاك الثقة وفزت بالسباق، كيفاش عشت السباق؟ والله ما عشوا في سلس كبيرة شوية الحصان خاطر باين خير منهم برشا والحمد لله ربي يوفقك. مسؤولية كبيرة كيبدا فافوري واحد. مسؤولية كبيرة هذاك علاش؟ مبروك سيدي مبروك. عايشك عايشك عايشك. بالنسبة لشارق قلبي من 2011 جيسك ماتنا لاهي بيه، اليوم فرحنا، اليوم يعني شامبيون دي تونيزي وان شاء الله شامبيون في ايطاليا وفي فرنسا وفي المغرب وان شاء الله علم تونس ماتنا.
معنا سي محمد بن سالم وزير الفلاحة والموارد المائية. نهنيوك بالعرس هذا، عرس السباقات في تونس بعد الثورة، الثورة الكريمة. سي محمد، اليوم حدث كبير صار في قصر سعيد، هو فوز الجواد يا وليدي هذا من المنتوج التونسي على الخيول الأجانب الإنجليزية. والمنتوج هذا التونسي معناها إذا كان كيفاش نقولوها، كما نقولوا الخير عام علينا، إذا كان نوصلوا بالخيول التونسية المربية في تونس نفوزوا على الخيول الأجنبية المولودة ومربية في فرنسا، هذا شيء يشرف الرياضة هذه. وفما سؤال برك باش نسألو لك سي محمد، هو عندنا إشكال واحد بالنسبة للرياضة هذه، هو عندنا نقص الدعم في الخروج من تونس باش نشاركوا في السباقات الدولية، لأنه الحصان ما يتحملش الخروج على البابور، ودونك نعرفوا التكلفة الكبيرة متاع الطيارة اللي هي مش كما تكلفة البابور. لهذا السبب في المناسبات اللي خرجنا فيهم من تونس باش نشاركوا في السباقات في الخارج عرفنا فشل، نظرا كما قلت لك التنقل عبر البحر صعيب، الحصان ما يحملش البابور. انا اللي نتمناه من سيادتكم الدوله ومن السلطه ان نهار توصل الدعم الطيران، كسوا على مع العسكر، نجموا نمشيو مع العسكر ولا نمشيو مع سيفيل مدني ولا جون سي با، معناها هذا الدوله كانت تعطينا الشيء هذا فريمون حقيقه خارق العاده. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اولا فعلا فخورين وفرحانين انه معناها حصان تونسي وزيد من داخل الجمهورية، يعني مش من المناطق الحضارية، من بنقردان من اقصى الجنوب يفوز بالجائزة الكبرى، هذا فخر وهذا دليل انه التوانسة ما يلزمهمش يفقدوا الثقة في روحهم في حد شيء، يعني مش ديما الاخر احسن منه. إذن هذا الدرسون. فيما يخص سؤالك الثاني، احنا ديجا دعمنا النقل بالطائرة السنة الماضية في المغرب، وطبعا احنا مستعدين باش ندعم مرة اخرى، طبيعي باش يصير يشاركوا في معناها تحية الحصان الفائز في السباق الثاني. قلت إذن احنا طبعا مستعدين كيما ساهمنا السنة الماضية في بالنسبة للمشاركة في المغرب، احنا مستعدين باش نساهم مرة اخرى، وكما قلت ربما كذلك اذا تعدت المناسبات ربما الجيش الوطني يعاوننا في هذا الاتجاه وما نشوفش مشكل في هذا الجانب. كيفاش عشت اليوم ليفينمون سي سمير وكيفاش كانت الاجواء؟ والله ليفينمون هو العرس متاع الجواد بصفة عامة، يعني نهار اليوم تجري الخيول البربرية والخيول العربية البربرية والخيول العربية والخيول العربية من سلالة تونسية وسلالة مستوردة، والخيول الإنجليزية المستوردة والخيول الإنجليزية المحلية. المستوى كان مستوى راقي، الضيوف اللي جاءوا من جميع البلدان، من البلدان العربية، من قطر جاءوا، من إيطاليا جاءوا، من فرنسا، شافوا اللي المستوى بالنسبة في تونس قاعد يتحسن من سنة لسنة، التشجيعات ماشية في ثنية طيبة، ما نغزروش النقائص، نغزروا كان للحوايج الباهية لأن النقائص بالوقت تتنحى. اليوم الجواد العربي الأصيل من أصل تونسي من أصل مستورد ينجم ينافس الخيول في العالم. التحدي اليوم أن نهزوا الخيول متاعنا تجري في الخارج، لأن المشاركة هي اللي تعطي قيمة أكثر للخيول. شفنا اليوم عرس كان جو حقيقة جو رائع، بارك الله فيك، نجحت التنظيم كما يجب. عنا سنين ما عشناش الجو الباهي هذا في قصر سعيد، عرفنا فترات خايبة في الماضي، واليوم الثورة المجيدة يظهر لي عطات أكلها، واليوم فريمون عشنا عرس كبير. كيفاش عشت الحدث سي نور الدين؟ والله هو حتى بالنسبة لي أنا أول معناتها جائزة كبرى نشارك فيها، معناتها كمسؤول أول على رأس شركة سباق الخيل، وهذا معناتها ندل على شيء وحسن التنظيم راه مش يرجع لي أنا وحدي، احنا خدمة معناتها يونيكيب من المراكز، من الإدارة، من إدارة السباقات، من إدارة المدينة، معناتها الجهود ظافرت، خاطر اليد واحدة ما تصفقش. تابعنا مع بعضنا عرس الجواد الأصيل، وإن شاء الله يكون نال إعجاب السادة المشاهدين والناس اللي كانت بعاد علينا في داخل الجمهورية اللي ما نجموش يكونوا حاضرين نهارة
مهرجان هدايا ويكونوا شاهدوا السباقات هذوما. ونتمنى لكل المربين الفوز والانتصار وتحسين سلالة الجواد الأصيل. فما الجهود شفناها كانت متضافرة، جهود وزارة الفلاحة من مؤسساتها والخواص والاتحاد المهني المشترك للجواد، كان حريص على نجاح هذا البرنامج وهذه السباقات. وإن شاء الله نالت إعجابكم، وإلى اللقاء. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí.